إذا كان يعني نتكلم على نوعية المنتوجات تاع الحمضيات في ولاية مستغانم وفي الولايات المجاورة، يعني كاين فيه طريقة يعني اللي راهي اليوم مقننة يعني من وزارة الفلاحة، هي التوسين. يعني العام التوسين تاع هذه المنتوجات يجي من عند المنتجين في ذاتهم، يعني لازم يكونوا هما متفاهمين، تكون عندك النوعية يعني راهي باينة، ومن بعد كاين يعني طريقة رسمية، كاين كاي دي شارج للمنتجين هادو يعمروه يطرحوه على كاين لجنة وطنية متعددة القطاعات اللي تدرس هاد الملفات هذه. الحمضيات تلعب دور كبير باش نروحوا نشاركوا الاقتصاد الوطني، ما نبقاوش معتمدين الا على المحروقات. وعندنا واحد المعارض دوليه اللي رانا شاركين في المنتوج الجزائري هذا، ما بينهم الحمضيات، رانا ندوها لفرنسا الاسبوع الجاي مده 19 يوم نروحوا بها المانيا، ورانا بواحد 7 شهور ونروحنا بها للروس، لان المنتوج تاع الجزائر كان مقبول من طرف الدول.